السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه المنصة الحديثية، تقدر تعمل سيرش أو بحث عن أي حديث أنت عايزه. ممكن مثلا هتدور على كلمة أو جملة، فهو يبدأ إن هو يعمل بحث ويبدأ إن هو يجيب لك الكلمة دي موجودة فين. ضاف عليه الذكاء الاصطناعي. إزاي ضاف عليه الذكاء الاصطناعي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. لو أنا دخلت كده في الذكاء الاصطناعي أقدر أعمل بحث بالمعنى، يعني أنا مش فاكر الألفاظ بالظبط، لكن أنا فاكر مثلا عندي سؤال عن كيفية التيمم، فهيبدأ يجيب لي الأحاديث اللي ليها علاقة بالتيمم. تمام، مفيش كلمة كيفية التيمم، فهو لكن هو بيعمل بحث كأنك بتسأل سؤال، فهو يبدأ إن هو يدور عليه. يعني خلينا نلغي كده ونقول له مثلا من قاد المسلمين في غزوة مؤتة، فهو يجيب لك الحديث اللي متعلق بغزوة مؤتة. طيب خلينا نسأله مثلا عن أحكام الحج، فهو يبدأ يعمل سيرش ويجيب لنا الحاجات المتعلقة بأحكام الحج. فبدأ يدور في كتب الأحاديث. دي النتائج قريبة، لو أوكي خلاص اعمل سيرش كده، لو لأ الحاجة مش هي دي اللي انت عايزها هتقول له نتائج بعيدة. ده بيحسن الذكاء الصناعي عشان لما تسأله بعد كده. فموقع كويس جدا، حاول ان انت ما تنشرش حديث غير لما تيجي تعمل بحث عليه وتتأكد من صحته، وهل هو الحديث ده صحيح ولا غير صحيح ولا ضعيف او مكذوب. لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار، وفي حديث من حدث عني بحديث يعلم انه كذب فهو احد الكذابين. فلازم نتحرى الصدق ومنرويش غير الحديث الصحيح.